بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب من أبواب كتاب الكافي الشريف وهو باب ما امر النبي صلى الله عليه واله بالنصيحه لائمه المسلمين اي الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والنصيحه لهم بمعنى خلوص النيه تجاههم الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن ابي جعفر عليه السلام اي الامام الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ما نظر الله عز وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. الإنسان الذي قلبه ناصح لإمامه لا غش فيه. لا نية فاسدة تجاه إمامه له من جهة وعمله إطاعة ذلك الإمام فيما أمره وفيما نهاه أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا الإنسان الذي قلبه سليم عمله صحيح هذا الانسان يكون في الرفيق الاعلى مع الذين هناك محل الرفيق الاعلى هو اعلى درجات الجنه والرفيق يطلق على الواحد وعلى الجمع الله سبحانه وتعالى في سوره النساء يقول: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". إذا أطعت الله والرسول ومن إطاعتهما اطاعتهما فيما امر به من النصيحه لائمه المسلمين وطاعت ائمه المسلمين اذا الانسان اطاع الله سبحانه وتعالى واطاع رسوله في هذا الامر الذي هو يلزم اطاعتهما في جميع الامور الاخرى لان الائمه عليهم الصلاه والسلام يامرون بما امر الله ورسوله به وينهون عما نهى الله ورسوله عنه. فمن اطاعهم في كل شيء معنى ذلك انه عمل بجميع تكاليفه. ومن يطع الله والرسول. فهؤلاء المطيعون مع الذين انعم الله عليهم، يعني في يوم القيامة يكونون معهم في اعلى درجات الجنة. مع من؟ النبيين. من النبيين والصديقين الأوصياء والشهداء كحمزة والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى عبد من عباده ونظر الله ليس كنظرنا نظرنا نحن إما بالعين أو بالفكر والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وإنما نظره بمعنى علمه إذا علم الله سبحانه وتعالى بهذا العبد المطيع قلبه سليم فيخلص للأئمة عليهم الصلاة والسلام وعمله سليم لأنه يطيعهم فهذا يكون من مصادق هذه الآية الشريفة وتكون منزلته في اعلى الجنة في منازل الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا هذا مو معناه ان الثواب يكون واحد. لا، وانما هذا تشريف وتعظيم للثواب، تشريف لهذا المؤمن وتعظيم للثواب. يعني يكون جار الرسول والانبياء في الجنة. هذا مو معناه أن ثواب الرسول والأنبياء في الجنة يكون مثل ثواب هذا لا قطعا ثوابهم أكثر بما لا يقاس بثواب المؤمنين العاديين وإنما المقصود أنهم يكونون في جوار هؤلاء مثل ما تدخل في مدينة تشوف في محلة بيت بجوار بيت يقول هذا جارنا في نفس الشارع اللي احنا نعيش به هو يعيش بل بيته ملاصق لبيتنا بس هذا مو معنى ان هذا البيت يكون كذلك البيت في كل شيء بالسواء يمكن هذا يكون قصر يكون ذاك بيت عادي الحديث الرابع من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق قال من فارق جماعه المسلمين قيد الشبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه اذا واحد فارق جماعه المسلمين ذكرنا في الحلقه الماضيه هذا مو معنى الجماعه المتفقه على الباطل اذا اتفقوا على الباطل هؤلاء تجب مفارقتهم لان عملهم لا يرتبط الى الاسلام ولا يمت الى الاسلام بالصله فالجماعة من المسلمين هم الذين اجتمعوا على الحق. فإن لم يكونوا قد اجتمعوا على الحق، وإنما اجتمعوا على الباطل، فهؤلاء لا يكونون جماعة المسلمين. جماعة المسلمين من اجتمعوا على حق، والحق مع الرسول وآل الرسول. إذا اجتمعوا مع الرسول وآل الرسول صلى الله عليه وآله، فهم في طريق الحق. وإذا فارقوهم فهؤلاء قد خلعوا ذمة الإسلام عن رقابهم البعض يتصور انه مثلا إذا أكثر المسلمين اتفقوا على شيء سواء كان حقا أم باطلا أنت لازم تتبعه كلا أنت لازم تتبع من يهدي إلى الحق كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى أنت الآن إذا تجي في البلاد الإسلامية تشوف كثيرا من الأحكام الإسلامية معطلة سواء من الحكومات أو من الناس هذا مو معنى أن هؤلاء اجتمعوا على تعطيل حكم من أحكام الله ذلك الحكم يصير باطل، لا هم على باطل، أنت لازم تفارقهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما: إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي فيه علي عليه السلام. فالمراد بجماعة المسلمين الجماعة الذين هم على حق وهم الذين يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه واله وحول الائمه من اهل البيت بطاعتهم. من فارق جماعه المسلمين قيد شبر، يعني هذا مبالغه في النهي عن المفارقه، ولو بمقدار شبر، لان هذا الذي يفارق بمقدار شبر ويصر على ذلك ولا يتوب هذا مآله يكون إلى أن يفارق بالظلال البعيد ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ربقة الحبل الذي يربط على الأعناق وتشبيه ذمة الاسلام بهذا الحبل لان ذمة الاسلام تسبب ان الانسان لا يروح الى الشرق والغرب، وانما يسير في الصراط المستقيم. الحديث الخامس من احاديث هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ايضا قال: من فارق جماعة المسلمين من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله تعالى عز وجل أجذم. يعني واحد بايع مع الإمام الحق الذي أمر الله ورسوله بمبايعته لكنه نكث هذه البيعة هذه أعماله تحبط صفر اليد في يوم القيامة ماكو عمل صحيح في ميزان أعماله الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايع يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث إن نكث بيعته مع الرسول يعني خالف الرسول إذا الرسول أمرك باتباع الأئمة من أهل البيت وبايعت الرسول على إطاعته في كل شيء، ثم خالفت الأئمة من أهل البيت، فهذا نكث لبيعة الرسول صلى الله عليه وآله. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا بضرر، لأن الله ما يحتاج إلنا. إذا إحنا عصينا الله سبحانه وتعالى، كلنا. هل ذلك يضر الله سبحانه وتعالى؟ كلا. الجميع تحت قبضته يوم القيامه يجازي المؤمن يجازي الكافر هنا امحى لهم هل يتضرر بذلك؟ لا افرض مثلا مجموعه سجناء في سجن ورئيس السجن هذا يامرهم باوامر وينهاهم عن نواهي هسه إذا أطاعوا ما أطاعوا، هو يتضرر هذا رئيس السجن؟ لا هذا مثال جدا لتوضيح الفكرة. وإلا القياس مع الفارق. الله سبحانه وتعالى جميع الأمور بيده. هسه الناس عصوا له ما عصوله هو شاء أن يكونوا مختارين ليختبرهم ليمتحنهم ليظهر جوهر المؤمن من سوء المنافق والكافر. فلا يتضرر الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، ولا ينتفع أيضا بطاعتنا، وإنما نحن الذين ننتفع بطاعتنا، ونتضرر بمعصيتنا. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني بضرر نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذا وفيت، الله سبحانه وتعالى يؤتيك الأجر العظيم اللي هو الجنة والرضوان. في الآخرة وأيضا في الدنيا من فارق جماعة المسلمين يعني الجماعة المسلمة المجتمع على حق ونكث صفقة الإمام نكثها نقضها جاء إلى الله عز وجل أجذم الأجذم هو مقطوع اليد واحد إذا إيده مقطوعة يقال له أجذم هذا الإنسان يأتي يوم القيامة وهو أجذم هذا كناية عن أن يده خالية فارغة ماكو في ميزان حسنات شيء لأن أعماله تحبط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا باب الباب الاخر باب ما يجب من حق الامام على الرعيه وحق الرعيه على الامام هذا ما يعبر عنه في عالم اليوم حقوق وواجبات الانسان تجاه الحكومه تجاه السلطه الى واجبات والى حقوق لازم السلطه تنفذ تلك الحقوق وتؤتيه تلك الحقوق. في البلاد الدكتاتورية هو من طرف واحد. أنت لازم تطيع الحاكم، والحاكم ما إله مسؤولية تجاهك. وإذا فعل فعلاً فهو يتفضل عليك. لكن في الدول الديمقراطية ليس الأمر هكذا. الحاكم له حقوق، والرعية لهم حقوق. الحاكم إذا خالف تلك الحقوق يعزل، والرعية إذا خالفت تلك الحقوق تعاقب، في الإسلام هكذا أمير المؤمنين عليه السلام خطب وقال: إن لي عليكم حقاً ولكم عليّ حقاً ولكم عليّ حق، آني ألي حقوق في ذمتكم. وأنتم لكم حقوق علي يعني لازم أدي حقوقكم وأنتم لازم تأدون حقي فهذا الواب منعقد لهكذا مطلب باب ما يجب من حق الإمام على الرعية شنو هي حقوق الإمام التي يجب على الرعية مراعاة تلك الحقوق وحق الرعية على الإمام الرعية لها حقوق الامام يجب عليه ان يؤدي حقوقهم. الحديث الاول عن ابي حمزه الثمالي قال سالت ابا جعفر عليه السلام سال الامام الباقر: ما حق الامام على الناس؟ هو السؤال من طرف واحد بس الجواب من طرفين. قال حقه عليهم ان يسمعوا له ويطيعوا. هذا بالنسبة إلى حق الإمام على الناس ما حق الإمام على الناس حقه عليهم أن يسمعوا ويطي... له ويطيعوا لازم له لازم تطيعونه حتى في عالم اليوم اللي هو يدعي الديمقراطية إذا الرئيس ضمن صلاحياته مو يتجاوز صلاحياته لا ضمن صلاحياته صدر قرار هذا القرار يكون قانون لازم الناس ينفذوه نعم إذا تجاوز صلاحياته يقولوا له ما لك حق هذا باطل هذا الإمام حق الناس حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا السماع يعني ينصتوا له شنو دي يقول تارة واحد أصلا ما يسمع فالإطاعة تصير سالبة بانتفاء الموضوع ما يدري شنو أمر حتى يطيع لو ما يطيعه تارة يسمع ويعصي، قالوا سمعنا وعصينا. وتارة يسمع ويطيع، هذا حق الإمام على الناس. قلت: فما حقهم عليه؟ شنو حق الناس على الإمام؟ قال: أن يقسم بينهم بالسوية. ويعدل في الرعيه فاذا كان ذلك في الناس فلا يبالي من اخذها هنا وها هنا في سند اخر لنفس هذا الحديث هكذا قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا يعني من بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله الإمام تكليفه أن يعدل بينهم. ومن أبرز مصادق العدل الذي هو أمر عام لجميع الناس أن يقسم بينهم بالسوية. الرسول صلى الله عليه وآله كان الأموال التي تأتيه هذه الأموال تارة مصارفها معينة تصرف في مصارفها إذا واحد مو من ضمن هؤلاء الأصناف الثمانية ما إلى حق يجي طالب من الزكاة شيئا لا هو فقير لا هو مسكين لا هو من الموظفين في تجميع الزكاة ولا هو مديون ولا هو من سبيل الله ولا هو ابن السبيل ولا هو من موارد المؤلفة قلوبهم إذا أجي طالب يقول له أنت مو من مورد هذه الأموال أو بالنسبة للخمس الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة أخماس هذا يكون غنيمة المقاتلين للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، هذه أموال عيّن الله سبحانه وتعالى مصارفها، تُصرَف في مصارفها، لكن هناك فائض في المال، هذا الفائض في المال يُقسم بين الناس بالسوية بحيث أنه يشمل جميع الناس. حتى في الدولة الحديثة الآن مثلاً الدولة تصرف أموال في شق الشوارع، في تنظيف المدن، لازم بالسوية يتعاملون، مو أنه يتعاملون مع محله اللي فيها أغنياء بطريقة ومحله فيها فقراء بطريقة أخرى. لا، هذا المال لازم يقسم بالسوية. إذا هم تدفع لهم نقدا بالسوية هذا المال الفائض هذا من العدل ما تقول هذا يحتاج هذا ما يحتاج لا حينما يفيض المال هذا مال الله لعباد الله ولم يعين له مصرفا خاصا يجب أن يقسم بينهم لذا تشوف مثلا بعض الدول تأتي وتصرف أموال طائلة في بعض المدن وتهمل بعض المدن. تهمل بعض القرى. هذا خلاف العادل. لازم يكون تقسيم بالسوية. هذا من مصادق العدل، ولكن لأنه مصداق ظاهر للعيان، خصه الإمام بالذكر. أن يقسم أو يقسم بينهم بالسوية، ويعدل في الرعية. يعني في سائر الأمور غير الأمور المالية. ان يكون تصرفه ان يكون تصرفه بالعدل محسوبيات منسوبيات هذه يتركها الرسول كان يعمل هكذا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ايضا عمل هكذا مجموعه من الذين تعودوا على ان ياخذوا اكثر من حقهم ذول سخطوا وأثاره المشاكل والقلاقل لكن ان تراعي العادل اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى هذا اولى من ان تفكر في جلب رضا الناس رضا الناس جيد بشرط ان لا يتعارض مع رضا الله سبحانه وتعالى والا اذا تعارض رضا الله مع رضا الناس الانسان يكون مع رضا الله سبحانه وتعالى انت لازم ترضي الله سبحانه وتعالى اما تريد ترضي الناس بسخط الله هذا ليس بمطلوب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فليتبوا مقعدك من النار كما قال الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام لذلك الرجل الشامي نعم ان تعمل بما فيه رضا الله وترضي الناس هذا جيد، لكن إذا صار تعارض خلاص تكون مع الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أساك بعض الناس يقولون أنه الشرق، الغرب، اليهود، النصارى، سمعة الإسلام. الجواب سمعة الإسلام مهمة، لكن ليس بمعصية الله. معصية الله سبحانه وتعالى لا تجلب سمعة للاسلام، سمعة الاسلام في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا تريد ترضي الشرق والغرب لا يرضون عنك، وإنما إذا اتبعت ملتهم ذاك الوقت تصير خوش انسان. إذا نسائك صارت سافرات، إذا الخمور في بلدك صار، إذا الفساد صار، إذا الشذوذ صار إذا إذا ذاك الوقت يرضون عنك، وإذا أنت الآن بعض الأحيان تقرأ الإحصائيات وتقرأ الأخبار يقيسون مدى تطور الدول أو مدى تخلف الدول بمقاييس بعض تلك المقاييس هكذا إذا السفور في كثير. البارات موجودة الخمور موجودة الشذوذ مباح الزنا مباح كذا كذا إي هاي دولة متطورة مع أن المقياس ليس في هذا المقياس في الحق رضا لو ما رضي مو مهم وطبعا ذولاك هم يدورون على مصالحهم إذا أديت مصالحهم يكون راضين عنك هذا اتباع لملتهم قال أن يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية فإذا كان ذلك في الناس يعني إذا كان التقسيم بالسوية والعادل في الرعية فلا يبالي من أخذ ها هنا وها هنا ما يهتم هذا الإمام بالناس اجتمعوا حوله أو تفرقوا عنه يسار يمين أمام خلف المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. المهم ان ترضي الله سبحانه وتعالى. امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كان يقول كما في نهج البلاغه وما معاويه بأدهى مني. اذا مسأله الدهاء هو مو ادهى مني. لكنه يغدر ويفجر. يعني يتصرف تصرفات محرمه. بغدر بفجور وبذلك يريد يقوي سلطانه وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لا الاسلام قيد الفتك او في قراءه اخرى الاسلام قيد الفتك الاسلام قيد الفتك ما تقدر انت تقتل الناس حتى توطد سلطانك أنت ما تقدر أنه تظلم الناس حتى توطد أركان حكومتك أمير المؤمنين عليه السلام كان في فكر أن يجلب رضا الله سبحانه وتعالى مو أنه هو يصير حاكم ولا الحكومة عندما ما كان لها قيمة إن إمرتكم هذه أزهد عندي من عراق خنزير في يد مجذوم العراق العظم الذي انتزع لحمه فلم يبق فيه إلا قليل من اللحم هذا يسمى عراق بضم العين عظم خنزير شوية بلحم وبإيد واحد فيه جذام لأن الجذام أيضا مرض معدي فر من المجذوم فرارك من الأسد زين هذا عظام الخنزير المأكول اللحم الذي لم يبق فيه إلا قليل جدا وفي يد مجذوم الإنسان إذا يشوفه يفر منه الأمرة هكذا عند أمير المؤمنين أمرتكم أو في خطبة الخطبة الشقشقية وان دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز. في حديث اخر الا ان اقيم حقا او ادحض باطلا، المهم عندي اقامة الحق ودحض الباطل، مو الامرة مو مثل ذاك اللي معاوية اللي اجى الى مسجد الكوفة وخطب ما قتلتكم، ما قاتلتكم. لتصلوا لتصوموا إنكم لتفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم فإذا فلا يبالي من أخذ ها هنا وها هنا مو مهم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الحق هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين